لازمو يوكل كالسيوم، سواء من الحجرة تاع الحبار ولا سواء من منتجات ولا من فيتامينات. طونطيوفا تاني مليح، طونطيوفا تاني مليح أخي، العام اللي فات خدمت به، العام اللي فات خدمت به لأنه كان كارتيليكس ناقص. سمعت بلي طونطيوفا ولا طونطيوفا ولا مليح، ما عطانيش نتيجة مليحة حتى وليت الكاسيليكس، الله أعلم. طونطيوفا مليح بصح يتحط غير في الماكلة، ما يتحطش في الماء، هو بصح الكاسيليكس يتحط في الماء ويتحط في الماكلة. الكاسيليكس خير على طونطيوفا بزاف في الاستعمالة. هل الفلاجيل يعالج الكوكسيديا؟ الفلاجيل راهو قوي بزاف، يعالج الكوكسيديا ويمسح كلش، قوي بزاف الفلاجيل يا اخي. يوجد دواء انك تداوي الطيور اللي فيه النقطة السوداء، يزاد لك بالنقطة السوداء، كاين دواء مليح بزاف في لاغام تاع اوميغا، راهي ناجحة بزاف. احسن منتوج ننصح به لتسريع غيار الريش هو ميدا كانتو، ميدا كانتو تاع اوميغا. كي تكمل عشرين يوم خويا مراد على المدار، تولي دير 5 أيام ويومين روبو، في اليومين هادو تمد لاكولين وتمد لي زاسيد أورغانيك توفيلونات. خاوتي أنا راني نجاوب على السؤال الآخر باش ما علاه هلال رضوان، خويا هلال رضوان، السؤال الاخر نجاوب على خويا هلال رضوان ونختم اللايف، وباذن الله نزيد نعاود ندير لايف 4 ايام ولا 5 ايام ونزيد نعاود ندير لايف باذن الله. عندي مقنينة انثى، مقنينة عجبتني تاع المقنينة هذه، عندي مقنينة عندها انتفاخ في البطن والمصارن يبانو حمورة والكبدة هابطة. شوف خويا هلال، دير لها اوميغا بليس على حساب الوصف تاعك، البطن راهي حمراء والمصارن يبانو حمورة والكبدة هابطة، الله اعلم. فونت الروج ما كانش جهة الشمال تاعها في البطن كاينه حركه التم، لكن كاينه حركه التم والماكله عندها نورمال ما جاعتش، راهي ميغا باكتيري. تستعمل البروفونتريكيل والنوك والاوميغا بليس، اذا كان ما كانش حركه التم تقدر تستعمل الاوميغا بليس يومين وليزاسيد يومين لمده 10 ايام. الطريقه هذه راهي مليحه بزاف للعلاج، ما هي بعد ما تتعبش الطير تاعك، ما تتعبلكش المقنينه تاعك. وصلت خاوتي للنهاية تاع الفيديو، عييت وسمحوا لي، ونتلاقاو بإذن الله في فيديو آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.